الطيف الانبيانت. طيف الامتصاص. alors طيف الامتصاص قلنا هو عكس طيف الانبعاث. مثلا طيف ديال الانبعاث ديال الصوديوم، دونك طيف الانبعاث ديال الصوديوم يعني ان ا، دونك لقينا بحال هكا الطيف ديال الامتصاص ديال الصوديوم غادي يكون هو العكس ديالو. دونك غادي يجي لهنا غادي تكون عندنا الاول هنا والحزتين، يكون من الاول والحزتين بالاسود ما كيبانوش. الوغ كيفاش كنحصلوا على هذا الطيف الامتصاص؟ دونك بدل التسخين او المجال الكهروساكن يمكن أن نضيء الجسم المدروس بضوء أبيض. دونك غادي نصيفط عليه واحد الضوء أبيض. راه شنو كنعنيو بالضوء أبيض؟ هو ضوء يحتوي على كل الترددات، يعني الضوء مثلا الضوء ديال الشمس ملي كنديرو الطيف ديالو هو اللي كنسميو الضوء الأبيض. بقى كنلقاو كله هو عامر بالألوان، واحد البلاصة فيها الحمار، بلاصة فيها الصفار، بلاصة فيها البنفسجي، الخضار، الزراق، اكسيتيرا. هو طيف ديال الضوء، الابيض. دونك اشنو كنديرو؟ كنضيء الجسم بضوء ابيض، ثم نرى ما هي الترددات التي يمتصها الجسم. ملي كنقولو الترددات كنبقى ايضا الترددات اولا اطوال، يعني الترددات هنا هي نيو، اولا اطوال الموجات لامدا التي يمتصها الجسم بطبيعة الحال باستعمال كاشف الطيف سبيكترومتر. دونك كاشف الطيف، دونك ملي كنضيء ثم كنشوفو الضوء اللي خارج من هاد الجسم المدروس كنطبقو عليه كاشف الطيف وكيعطينا طيف الامتصاص اللي هو بحال هاد الشكل هذا. الوغ هاد الطيف الانبعاد فهمناه، الطيف الامتصاص فهمناه، فين كنستعملو هادشي؟ الوغ هاد الطيف الامتصاص عندو طيف الانبعاد فهمنا انه كيعاوننا باش نتعرفو على
الحزات ديال النحاس ديال الحديد، واحد الجسم نسخنه وعطينا الحزات ديالو، عطاونا مثلا واحد الجسم او واحد القطعه معدنيه لقيناها في واحد السفينه غرقه وسط البحر تعود الى 2500 سنه قبل الميلاد. بغينا نعرفوا التكوين ديال هذيك العمله شنو هو. غادي نستعملوا هذا كاشف الطيف الانبعاث، غادي ناخذوا العمله غادي نسخنوها ثم نطبقوا عليها كاشف الطيف ويعطينا الحزات اللي كاينين في هذيك العمله. وغادي نعرفوا، غادي نلقاو مثلا الحزه ديال الحديد غنقولوا اذا انا فيها شويه الحديد، الحزه ديال النحاس اذا انا فيها شويه النحاس، ما غاديش نلقاو فيها مثلا الحزه ديال الذهب اذا ما فيهاش الذهب، حزه ديال الفضه اذا فيها شويه الفضه، شويه النحاس وشويه الحديد. دونك هادي الطيف الانبعاث مفهوم، كنستعملو للتعرف على اجسام او لا للتعرف على الطيف ديال الاجسام. بقى لنا الطيف الامتصاص. انا الطيف الامتصاص عنده واحد الاستعمال مهم. انا نقول هنا نستعمل طيف الامتصاص خصوصا لدراسة مكونات نجوم أو كواكب بعيدة جدا عنا، يعني بضع ملايين ديال السنوات الضوئية. باش ندرسو المكونات ديالهم، طبيعة الحال مفهوم اننا لا يمكن ان نذهب هناك، يعني نمشيو لعند هاد النجوم ناخذوا مركبه فضائيه نمشيو عند هاد النجوم نتوما انا واحد الريشو ونبداو كنسخنوا فيهم باش نشوفوا منش متكونين. بون اوكان سونس. اذا لا يمكن ان نذهب هناك لتسخينها او تطبيق مجال كهروساكن عليها. السؤال سهل، واخا كاع لقاو مركبه فضائيه خاصنا ملايين السنوات الضوئيه، يعني لقيتها فاش يموت رائد الفضاء ويموت ولده ويموت ولد ولده ويموت ولد ولد ولده، دونك ميمكنش. ولكن عندنا طريقه سهله باستعمال هذا طيف الامتصاص. ماذا نفعل؟ الوغ عندنا رسمه هنا، عندنا الكوكب، واحد الكوكب مجهول، الكوكب مجهول، الارض كاينه هنا بعيده بطبيعه الحال عليه تي. الوغ كنستغلوا واحد النجم اللي كيعطي ضوء مورا هذا الكوكب المجهول، كنستعملوا واحد النجم مورا، بحيث الوغ هذا النجم البعيد هذا كيصيفط إضاءة كيصيفط ضوء، وهذا الضوء هذا كيجتاز الكوكب المجهول، يعني كيدوز من الكوكب المجهول وكيوصل عندنا حنا الأرض. يعني بحال الا درنا إضاءة ديال الكوكب المجهول بواحد النجم بعيد علينا، حنا استغليناه، ما عندناش كيفاش نقولوا ليه يضوي ويطفي ويضوي ويطفي، ولكن حنا استغلينا هاد الإضاءة ديال النجم البعيد اللي كتضوي الكوكب المجهول
اللي كتوصلنا هاد الإشارة أو لهذا الضوء هذا اللي جاي من الكوكب المجهول اللي غادي يعطينا طيف الامتصاص ديال هاد الكوكب المجهول. وإلى عندنا طيف الامتصاص ديال هاد الكوكب المجهول غادي نخرجوا المكونات ديالو. ألوغ نستغل الضوء المنبعث من نجم آخر يضيئه، يعني يضيء الكوكب المجهول من الخلف، وندرس الضوء الذي يصلنا إلى الأرض. طبيعة الحال الضوء اللي كيوصلنا إلى الأرض هو يعطينا طيف ديال طيف ديال الامتصاص غادي نلقاو فيه عدة ديال الحزات وغادي ندرسو كل وحدة بوحدة. وهذه الدراسة ديال طيف الامتصاص ديالنا دونك ثم ندرس طيف الامتصاص ونقارن حزاته مع حزات معروفة. حزات معروفة الحزات ديال الصوديوم تقريبا ديال جميع العناصر الكيميائية اللي عندنا اللي كنستعملها في الكيمياء كنعرفوا الحزات ديالها بالسبكتروسكوب. دونك نتمكن من معرفة مكونات الكوكب المجهول. دونك مثلا باستعمال الحزات نقدر نقول ان في هذا الكوكب في 20% ديالو من النحاس، فيه 10% من الحديد، وفيه مثلا سبعين في المئة من الألومنيوم الدائب. بطبيعة الحال إن لقينا واحد الكوكب فيه 70% ديال الذهب و 25% ديال اليورانيوم، هذا غيكون كوكب مخير مزيان عاد وغادي يعطينا واحد لا موتيفاسيون كبيره باش نصيفطوا ليه واحد المركبه فضائيه لدراسته. دونك هذا الاستعمال ديال طيف الامتصاص بالنسبه للكواكب، بالنسبه لدراسه الكواكب ودراسه النجوم. نقدروا ايضا نستعملوا هذه التقنيه هذه للتعرف على جزيئات. دونك نديرها هنا فقط. من جهه اخرى يمكن ان نستعمل هذه التقنيه، يعني طيف الانبعاث وطيف الامتصاص، للتعرف على
جزيئات غادي شفناها في الكيمياء على جزيئات عضوية مثلا كنعرفوا معلومات على المجموعات الوظيفية مثلا المجموعات الوظيفية إلى عندنا مجموعة CH هذه المجموعة هذه عندها كنقدروا نحسبوا لامدا ديالها يعني طول الموجة ديالها كتعطينا واحد الحزة بحيث سيجما اللي هي واحد على لامدا كتفيها 2900 سنتيمتر موانز ان المجموعة الوظيفية اللي فيها كربون جوج ديال الروابط التساهمية حتى هي كنعرفو سيجما ديالها واحد على لامدا يساوي 1650 سنتيمتر موانز ان يعني الا درسنا واحد العنصر جاب لقينا واحد العنصر مثلا في واحد المسرح ديال جريمة قتل وبغينا نتعرفوا على داك واش داك البلاستيك واش هو بلاستيك ديال الصباط ديال القاتل او لا الصباط او لا طريف ديال شي حاجه بحال داكشي ديال لي زيكسبير لا سيري ديال لي زيكسبير دونك يستعملوا بحال هادشي باش نتعرفوا على النوعيه ديال البلاستيك او النوعيه ديال الجزيئه العضويه دونك كتنفعنا مزيان ايضا بالنسبه للشرطه العلميه.